الشخصيات والرموز التاريخية من تقييم تصرفاتها وقراراتها تاريخيا وذلك في الدراسات العلمية. الدراسات العلمية معفاة من هذا المشروع لأن الباحث ماجستير دكتوراه بيعمل بحث ده أقواله موثقة ومصادر موثقة. طيب خليك معايا دكتور عمر كده يعني خلينا نبدا يعني استاذ جمال الاسعد انت بدات غضبك مبكرا يعني ليه هو هنا شايف انه حمايه تاريخنا ورموزنا الوطنيه يقتضي ذلك وفي العقوبات من 3 سنين لخمس سنين سجن وفي حاله العوده يمكن ان تصل لسبع سنوات و500 الف جنيه بدايه التشريع لابد أن يكون له فلسفة ولكن كون أن يتحول التشريع وبعض مشروعات القوانين إلى حالة من حالات الإعلام والتواجد الإعلامي هذا لا علاقة له بالتشريع الذي يخص القضايا الجماهيرية الحساسة التي يحتاجها الجماهير هذه واحدة. الثانية أن فلسفة التاريخ وأنا معنا اثنين أساتذة التاريخ التاريخ يعاد قراءته كل مرحلة زمنية عندما يوجد هناك وثائق عندما يوجد هناك دلائل جديدة تتغير بعض الرؤى التاريخية لأن التاريخ ليس كائنا جامدا التاريخ آلية بتتحرك كل زمان وكل مكان. الجانب الآخر أن لا يوجد ما يسمى بالرموز المقدسة الرمز الشخصية العامة الزعيم الشخصية التاريخية كل هؤلاء بشر البشر لا يقدس. الجانب الآخر أنني لو بدأت أتعامل بهذه الطريقة وسيادة النائب بقول له ده يبقى نعدهم وقالين نعدهم ونعدهمش ليه يعني والله ما هو النهاردة مش هقعد حضرتك وأنا قاعد وكل واحد قاعد لي على الفيس ويقعد يشتم ويجرح في الناس وتقول لي إن أنا أسيبه طيب بس النهارده بقت حضرتك خلاص لا سمعت كم كلام لا 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 استاذ جمال ما هو انت سيادتك بتقول سيادة ما انت بتقول اعدمهم ما انت بتقول اعدمهم استاذ جمال اعدمهم ما انا مش عايز احط انا بتقول اتعدمهم قلت لك اللي يخطأ اللي يخطأ يا سيدي طيب استاذ عشان هيجي يا جماعه احنا يعني انت عايز الناس تسف نخبه وبنحاول وبنناقش قضيه مش محتاجه يا جماعه العصبيه عادي والله عادي طيب استاذ جمال يعني هنا وبالتالي حضرتك شايف لا لا أكمل يعني أولا أولا الرمز نسبي ما تراه أنت رمز أنا لا أراه رمز ما تراه أنت شخصية تاريخية لا أراه أنا شخصية تاريخية. الجانب الآخر عندما تمنعني وتقهرني بأن أبدي رأيي في شخصية تاريخية إذا جاز هذا التعبير كلمة تاريخية يعني مثلا أحمد عرابي اللي بيتكلم عنه الأستاذ النائب اللي هو عامل مشروع القانون ده عميد كلية بي. أحمد عرابي أنا بقول نائب نائب تكفي أيوة نائب هو نائب الشعب هدوء استاذ جمال انا عايزك حتى لو الحد بيعترض يا استاذ جمال كده مش هينفع هو خلينا بهدوء شديد انا ما اقدرش استاذ صلاح انا بقول النائب الجد من حضرتك بقول النائب هو قضيه واضحه ومحدده استاذ صلاح بلاش نستنزف الحوار انا نستنزف الحوار انا عايز اقول حاجه مش معنى صلاح بيسال انتوا موجودين ليه كده بتقول احمد عرابي نموذج احمد عرابي نموذج احنا عاوزين الاول بعد احمد عرابي احمد عرابي عاوزين الموضوعيه عشان عشان المواطن وعشان الشعب يستفيد باللي احنا بنقوله طب ما هو ده اللي يهمنا ما يبقاش في تداخل اصوات يا جماعه بس كمل يا استاذ جمال كان هو هيخلص هتتكلم وهو هيتكلم نضرب مثل باحمد عرابي اللي اثار هذه الزوبعه لان بقى هي اثارت عند احمد عرابي عندما احد الكتاب او احد المفكرين قال تعبيرات لا تليق. اولا انا ضد التعبيرات التي لا تليق يعني انا رايي في الشخصيات التاريخيه ليس بالضروره ان اسيء للشخصيات التاريخيه ولكن من حقي ان اقيم الشخصيات التاريخيه من حقي ان اختلف انما فكره الشتائم لا الشتائم على فكره دي قصه لا علاقه لها بالتاريخ ولا بالعلم ولا بالسياسه ولا بالمعارضه ولا بالموضوعيه ولكن لا تضع قيودا علي ان اقول مثلا احمد عرابي كان مخطئا احمد شوقي ما هلك احمد عرابي لان احمد شوقي كان ابن الخاصيه الخديويه وبالتالي احمد عرابي كان ضد الخديوي والطبيعي احمد شوقي هلك احمد عرابي وبعد كده احمد عرابي بقي زعيم وهكذا. لما نقول مثلا محمد نجيب محمد نجيب كان الذي قاد الحركه المباركه
وكان رئيسا للجمهورية ثم بعد ذلك رجع لورا. الآن النظام الحالي يطلعه. هل هذه التباينات التاريخية يعني أنت بتمسكني إمتى؟ ما هو سعد زغلول كان بيلعب قمار، لو قلت سعد زغلول كان بيلعب قمار يبقى سات الزعيم سعد زغلول. يعني ما هي القصة فيها تداخل يجعلنا نتصور أن هذا المشروع القانون هو حالة من حالات الحجر على الرأي وإبداء الرأي حسب الدستور. طيب هنا بقى أسأل أستاذ صلاح ويخلص ونعقب كده. هو شايف أن ده ليس هناك اغتيال لحرية الرأي والبحث والفكر. ليس هناك اغتيال، بل هناك في حرية رأي، وإنما أنا ضد من يهين إهانة باللفظ أو بالقول. قيم وقيم بما هو يتلائم مع أداب الحديث. إنما النهاردة ما قيمش بالتجريح، ما قيمش بالشتيمة، ما قيمش بالخطأ، ما قيمش. النهاردة إحنا في تاريخ وتاريخ مصر حضرتك، ومعانا أساتذة من الجامعة وأساسا أساتذة التاريخ يعلموا التاريخ أكثر مني وأكثر من أي حد، لأن هو درسه وبيدرسه أيضا. النهاردة لما أجي أقول سيادتك أتشرف بالاسم، معلش واحد وخلاص ماشي. استاذ جمال اسعد، استاذ جمال كاتب الكبير يا فندم يا اخوانا، بص انا اول مره اتشرف بسياده. بص انا استاذ جمال لما اجي اقول الاستاذ جمال اسعد ده راجل صفته ونعته بيه وعليه، خطا ولا مش خطا؟ خطا، وفي قانون جنائي. مش كده؟ مش كده يا فندم؟ يبقى مش محتاج لقانون ثاني. لا في قانون جنائي النهارده يا فندم، النهارده قانون جنائي كلنا تعرضنا للسب والقذف. خلينا نسمع. القانون الجنائي لن يكفي يا وائل بيه. ليه لا يكفي ليه؟ معلش، انما النهارده لما اجي اتعرض بشخصيه، شخصيه عامه او تاريخيه او مؤرخ زي سعاده البيه او استاذ جامعي، وبيطلع النهارده المدرج امام الطلبه بتاعته، واجي انا طالب جاي على الفيسبوك واروح قايل عليه كلام مش مظبوط او اهينه او اتكلم في سلوكياته او في اي امور، طب ما انا النهارده بدمر استاذ جامعي، بدمر أسرة معينة، بدمر تاريخ، بدمر تاريخ، بدمر تاريخ، بدمر معلش. أصل إحنا عندنا ناس النهاردة عايزة تظهر زي ما الأستاذ قال، الأستاذ الفاضل قال إن البرلمان ما يخرجش في الإعلام. لا، البرلمان هو جزء من الشعب المصري ويعبر عن الشعب المصري. هو ما أنا قلت هو جزء من الشعب، على مشاكل وقضايا الشعب المصري، وهذه ليست قضية ملحة على الشعب المصري. لا النهارده هذا دي حجر على الرأي والفكر. لو سمحت لي يا استاذ اسعد، هذا القانون هو ليس للرموز فقط يا فندم. النهارده الاستاذ وائل الابراشي هو شخصيه اعلاميه معروفه ومرموقه، بقى شخصيه عامه. يعني انا لو يعني شخصية ممكن اسجل لو حضرتك اكمل كلامي. هل النهارده هو مش ممكن في برنامج، في احدى البرنامج يطلع يجي يعبر عن رايه في قيادة أو مسؤول؟ ما بيعبر ويقول، بس ما بيخطأش، ما بيشتمش، ما بيجرحش. النهاردة لما يجي يقول مع احترام الحفظ الألقاب ده وائل الإبراشي كذا وكذا وكذا وكذا، قانون جنائي موجود. أنا النهاردة بأهين واحد بس شخصية إهانته الرموز التاريخية لا ينطبق، ما هو فيه سب يعني لا ينطبق على قانون جنائي. النهاردة هذا القانون يا فندم، هذا القانون يعني مهم جدا. يعني هو معمول يعني يا أستاذ وائل، أنا عن نفسي تعرضت لإهانة، ده سب وقذف. يا جماعه انا اللي فهمته دكتور عمر بسرعه كده، هو انتوا عاملين ده معمول على الرموز التاريخيه والوطنيه؟ خلينا اسال بس عشان اشوف بس مشروع، ولا ده يندرج على، لو سمحتوا يا جماعه انا مش عارف اسال، ولا يندرج على كمان المسؤول والوزير الحالي يعني او الشخصيه العامه الحاليه يعني؟ اتفضل. مشروع القانون عنوانه تجريم اهانه الرموز والشخصيات التاريخيه. طيب يعني كلام يعني انا بتكلم عن الرموز التاريخيه خلاص اللي مش موجوده معانا، زي صلاح الدين الايوبي، زي احمد عرابي، مش موجوده معانا، مصطفى كامل، جمال عبد الناصر، كل ده لكن يا فندم كل زي الشيخ محمد متولي الشعراوي، كل اللي طوروا يا فندم، كل اللي طوروا الى التراب واصبحوا مش موجودين في الحياه، دي رموز تاريخية. أنا بس أكثر ما أخشى هذا الكلام إنه يبقى يعني لا نناقش. ثواني بس يا جمال بيه، بس دي واحدة يا جمال بيه بعد إذنك. يعني ده لا ينسحب يا دكتور عمر على رموز لوحدها أخطر يا أستاذ وائل، على ال أمر في خطأ لهذه الشخصية، على المسؤولين والشخصيات العامة الآن يعني. أستاذ وائل اسمح لي، الرموز هي الشخصيات التاريخية التي خلدت التاريخ ذكراها،
وتشمل جميع ما قدم هذا التاريخ والتعبيرات التي تخلد الاعمال التي تخلد الاشتراكات النواب العلميه الموثقه اللي هيصوتوا على ده ان هذه الشخصيه او تلك جزء من تاريخ فتره زمنيه معينه واصبحت وبالتالي اصبحت قيمه هذا الرمز وهدفه هو الرقي من قيمة الوطن. طيب خليني بقى اسمع يعني انا يعني هنا ابتدي اسمع بقى اساتذه التاريخ. خليني استاذ صلاح ما انت قلت عشان على سبيل الفاضل سياده النائب هو تقدم بمشروع القانون وبيدرس في اللجنه الثقافه وانتوا بتعدلوا وهكذا وهنضيف ونشيل التعديل وارد هنضيف ونشيل لكن لا نقص انا خايف انك تشيل ما يعني انه كل حتى الشخصيات العامه الان لا 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 يا فندم لا سياده النائب اهو دكتور انا عارف يا جمال بيه يا جمال بيه بعد ما ساعات يا جمال بيه يا جماعه اللي هو ما يهمش هسمعك والله بعد الدكتور معاك يعني انت هنا بقى كاستاذ تاريخ ودايما الشخصيه التاريخيه بتخضع للتقييم لها ما لها وعليها ما عليها يعني شايف ده اغتيال للتقييم الموضوعي للشخصيات التاريخيه بل هو اغتيال للبحث ولتاريخنا ايضا استاذ وائل خليني اقول لحضرتك حاجه طبعا صنعه التاريخ وكتابه التاريخ في حضره استاذي الاستاذ الدكتور جمال شقر هو استاذنا كلنا ولكن خليني اقول لحضرتك بشكل واضح جدا بس انا عايز اخد مساحه عشان اقدر اشرح واقدر افهم اتفضل انا شايف ان في البدايه الموضوع اللي ملوش علاقه لا برموز تاريخيه ولا باي حاجه لان الدكتور عمر حمروش قال كلمه دلوقتي بتبين ان هو ملوش اي علاقه خالص بعلم التاريخ ولا فاهم اي حاجه خالص في علم التاريخ قال التي الرموز التي خلدها التاريخ احنا ما عندناش في التاريخ حاجه اسمها خلدها خلدها دي في حكايات واحد بيقعد كده يحكي على بابا يقعد يغني ويزمر ويقول خلدها انما احنا في علم التاريخ لا علم التاريخ عندنا وثائق وعندنا دراسات وعندنا بحوث وعندنا مقارنات ومناهج بحث كتير جدا عشان اقدر اقول في الاخر هذا الرمز له ما له وعليه ما عليه. انا من وجهه نظري ومع كامل احترامي للدكتور والدكتور طبعا انا عارف شغله هو كان خطيب جامعي في الاساس في الاول. انا شايف ان الموضوع لابد يتشاف في سياق نفسي. فكره الشو اللي هم بيتهموا الاخرين بيه انا شايف ان الشو ده هو اللي عايزه بدليل ان الدكتور كل مشاريع القوانين يا استاذ وائل اللي تقدم بيها هي لها علاقه ليها بعد بشو اعلان يعني الراجل الجميل ده مثلا من فتره قال انا عايز اعمل مجلس قومي للرجال عشان نتساوى بالمراه الراجل الجميل ده من فتره قال احنا عايزين نكشف على الناس على عقول الناس اللي بتقول ان احنا نتساوي للراجل بالمراه الراجل الجميل ده من فتره يعني كل شويه لما يلاقي حضرتك بترشح انت برشح نفسك ضد الدكتور بعد اذن حضرتك سيبنا كمل بعدك سات اللي هو سيبنا كمل بعد اذن بعد هقول لحضرتك لا هو في حاجه احنا بنتكلم في المشروع اللي احنا جايين هو بيختلف معاه احنا جايين بيختلف معاه السؤال الثاني السؤال الثاني بعد اذن سات اللي هو بس يعني لازم بعد اذنك بعد اذنك اللي هو عشان خاطر بس احنا بنتكلم في مشروع قانوني كده المشروع القانوني بس الدكتور عمر ده من دلوقتي يوم اللي عليا هيسجنني بعد كده ما تتكلمش في الدكتور عمر الدكتور محمد لا شخص يا جماعه كده استهلاك للوقت محترمه جدا كده كده استهلاك للوقت مش في شخص الدكتور عمر نكمل في الشخص نكمل يا جماعه كده استهلاك للوقت اتفضل ما حدش هيتكلم الا الدكتور ثانيه كلم براحتك يا دكتور فكره الرمز التاريخي دي فكره نسبيه جدا يا جماعه ده احنا نخبه هو يخلص وهتعلق اشكال الاشكاليه شوف حضرتك لغه الخطاب بتاع الدكتور او لغه الجسد بتاع سعاده النائب ان احنا اللي بيغلط في الرمز التاريخي هنسجنه اللي بيغلط في الرمز التاريخي هنعدمه اللي بيغلط في الرمز التاريخي هنحدد عليه غرامه هو اساسا مع كامل احترامي لسعادتك وانت استاذ في تخصصك ولكن انت ما تعرفش مين هو الرمز التاريخي ايه اشكاليه تحديد الرمز مين اللي هيعملها هم هيقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويقولوا الرمز ده فلان الفلاني ده رمز وده مش رمز خلاص نعلم على ده هتحطوا كل الرموز في القانون هم مش هيبقوا فاهمين الصنعه التاريخيه بدليل يا فندم بدليل انا دلوقتي لو قلت لحضرتك ان ابن تيميه هو اول من اسس للقتل والذبح واول من اسس الفكر الداعشي تاني يوم على طول هتسجن في حين يا استاذ وائل في حين في حاجه مهمه جدا يعني ابن تيميه يعد رمزا عند الدكتور عمر او عند معلش ما الدكتور عمر معلش يا دكتور مش عند الدكتور عمر عند سامون لو بتكلم عند لو سمحت يا فندم سيبنا نكمل بعد لا ما تكلمش ما تنش الناس بلاش الدكتور انا ما انت هو ايه اللي هنا هنا يا جماعه دي ما كده كتابات هو بيقول شقه يا دكتور يا دكتور ممكن نعمل نقطه نظام الصلاه كده مش هنقدر يعني يا جماعه انتم نواب وهم اساتذه التاريخ يا استاذ وائل يا استاذ وائل يا استاذ وائل هو شق اعلام انا دلوقتي يا استاذ وائل لو قلت لحضرتك هو يخلص انا مثلا لو قلت لحضرتك النهارده وكتبت مقاله قلت ان ابن تيميه هو من اسس لنظام لفكر داعش
وهناك من يكتب ذلك كثير. أوكي دلوقتي بقول لما اجيب كتابات ابن تيميه واقول لتعلم ان المؤمن تجب موالاته وانظامك واعتدى عليك والمسيحي تجب معاداته وان بيشرع في كل وانا جايب لحضرتك نماذج. ايوه ما هي نماذج ما احنا يعني كل ده معروف عند ناس ويتعرض ابن تيميه هو رمز عند ناس كتير جدا عايز جن بكره الصبح يبقى مين اللي هيحدد مين يا استاذ وائل اللي هيحدد مين هو الرمز دي قضيه قضيه مهمه يبقى دي يبقى ده نقطه مهمه يا جماعه خلينا بس يا جماعه بهدوء شويه يبقى من هو الرمز ده السؤال بالظبط ولسه هدخل وما هي الاهانه ايه الفرق بين الاهانه والنقد الحاجه الثانيه اللي حد الرمز ما يهمش مش انا طيب انا مجلس اعلى للثقافه في نقطه مهمه هجيلك يا جماعه هجيلك من الحاجات الطائفه جدا الحاجات الطائفه جدا ان داعش في الموصل لما جت توزع البيان الثاني بتاعها في الموصل عملت بند جميل جدا قالت ان من يهين رمزا من رموز التراث الاسلامي يعرض لعقوبه الجلد وحسب لغه حده الخطاب بتاعه ممكن توصل للقتل زي ما السيد النائب اقترح لو سمحت لي لا عندك بقى نحن ليس بداعش والدكتور عمر ليس بداعش لو سمح هو شباك بداعش لو سمح هو شباك بداعش الدكتور عمر ليس بداعش ونحن ليس بداعش سعادتك لو سعادتك من بحيرة استاذ محمد كمل ما تشبهناش سعادتك من البحيرة لما داعش انا بسألك سؤال سعادتك من البحيرة هي مشكلته الانتخابات سعادتك من البحيرة يعني مشكلته انا شباك يا دكتور محمد دكتور محمد لو سمح لو سمح دكتور عمر بالظبط يا سات اللواء في مشكلة مع الدكتور عمر نكمل يا دكتور محمد نكمل لو سمحت يا جماعة لو سمحتوا بس نتفق وإلا أقول إن ضيوفي إحنا عاجزين عن إن إحنا نوصل الحوار للمشاهد علشان ده هينتهي من كلامه يا أستاذ صلاح ما تستنى لغاية ما ينتهي من كلامه وهتعلق يا جماعة هو لما يتكلم عن إنه داعش تقدس هل معنى كده إنه بيتهمكم إن أنتوا داعشيون؟ يا استاذ وائل طبعا انا خلينا اتفق ان مفيش حد يشكك في وطنيه الساده النواب احنا دلوقتي موجودين في عصر رئيس عبد الفتاح السيسي وده اول رئيس دوله في مصر كلها اتكلم عن حاجه اسمها تجديد الخطاب الديني ما سمعناش النقطه دي حد لاحظها فحضراتهم بشكل غير مباشر وهم مش قاصدين بيجهضوا هذا المشروع الفكري ان الراجل بيتكلم في تجديد خطاب ديني بيتكلم في ان احنا عايزين نشيل عن الاسلام الغشاوه اللي بدات تبقى شكل صوره الاسلام في العالم ومن ناحيه تانية واحد ممكن يجي تاني يوم يقول لي ابن تيميه دوت بس خلي بالك يعني برضو خلينا اهانه الرموز الوطنيه هنا بينطلق مش بس يعني مش عايز ابقى ماسك في ابن تيميه يعني كل يا فندم لا انا عندي عشرات هو فينا هم يا استاذ وائل هقول لحضرتك على حاجه هقول لك بس بوضوح يا دكتور بس خلينا يا جماعه ما ينفع هم شافوا انه في إهانة وتجريح لعدد كبير من الشخصيات في الفترة الأخيرة صلاح الدين أيوبي وأحمد عرابي ومصطفى كامل وبالتالي مش عايز أبقى ماسك بس كل شوية في ابن تيمية لا أنا أتجاوز ابن تيمية خالص حضرتك دلوقتي قلت لي بعض الأسماء طيب القانون لما انا عايز سياده النائب يطمني لان انا ممكن بكره الصبح اتسجن ممكن سياده ممكن حضرتك تاني يوم النص يطبق عليا لو كتبت مقاله مثلا حضرتك ما تبقاش راضي عنها مثلا او المشاجره ايه الاليه اللي هتحكم ان انا الكلام بتاعي دوت يعني انا مثلا عقبه بن نافع اللي بيراسب ابن تيميه انا راجل بتاع تاريخ اسلامي عقبه بن نافع اللي بيدرس طلبه المدارس انا من وجهه نظري ان هذا الرجل كان مثلا من وجهه نظري ان الراجل ده كان راجل متطرف مثلا وحد حضرتك مثال ليه وعمل ايه وكذا طيب ايه اللي يضمن لي ان انا ما اتسجنش في وقت ان احنا بنتكلم فيه ده سؤال مهم خليني بقى قبل ما اسمع الدكتور جمال اللي هو شكرا